بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد عمر الفاروق، استشاري جراحة أوعية دموية. كنت اشتغلت فترة من التريننج بتاعي في أوروبا، في إنجلترا، حوالي 10 سنوات، والباقي في مصر. أحب أوجه رسالة لجميع المرضى في مصر، إن إحنا عندنا علاج شديد القوة، شديد الفاعلية، في القرآن وسنة سيدنا رسول الله عليه أشرف الصلاة وأزكى السلام. عندنا أكم من الأحاديث اللي بتقينا كثير من الأمراض. على سبيل المثال السريع، حديث سيدنا رسول الله عليه أشرف الصلاة وأزكى السلام: لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. مجرد تطبيق هذا الحديث في حياة الإنسان هيقي مشاكل زيادة الوزن، ومشاكل السكر، ومشاكل الأوعية الدموية، وكمان مشاكل الكوليسترول. سبحان الله، كمان الصلاة لله عز وجل فيها كم من التمرينات بتفيد الأوعية الدموية. رسالة بوجهها، لأن دي مش موجودة لو أنت اشتغلت في سويسرا أو ألمانيا أو إنجلترا، مش هتلاقي دي مطبقة. أدعو من الله أن نقدر نطبقها في مصر ونستغل الكنز اللي موجود عندنا. وشكرا جزيلا.